قناة جوف تي في. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة الغاز. هذه جولة ليلية بعد منتصف الليل من ليلة ذكرى المولد النبوي الشريف. بهذه المناسبة كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. جولة في شوارع عاصمة الغاز نهاية يوم الأحد، وفي الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين. هذه الأجواء بعاصمة الغاز مدينة طنجة عروسة الشمال، أجواء ليلية هادئة وجميلة صراحة. ما تنساوش متابعينا الأوفياء وإحنا في هذه الجولة هذه تكتبوا لنا شنو هي الأجواء اللي عندكم أنتم في المناطق ديالكم في المدن ديالكم. أيضا حتى إذا كنتم خارج المغرب قولوا لنا شنو هي الأجواء اللي عندكم في الدول اللي كتعيشوا فيها. طبعا عاصمة الغاز في هذه الأثناء فيها برد قارس جدا جدا جدا، نسأل الله السلامة والعافية. كما العادة كما كنقولوا دائما، هذه رسالة توعوية أن الإنسان يحاول يتهلى في صحته، يحاول أنه يلبس مزيان، لأن فعلا هذا البرد هذا كيكون عنده ضرر على مضرة جسم الإنسان، بحيث ما إذا لقى شي ثغرة منين يدخل للجسم الله يحفظنا وإياكم من أي بأس يا رب العالمين. لا يسعني إلا أن أقول لكم الناس اللي عينات سلامة صحيح.